مرحبا واهلا وسهلا فيكم باول حلقه من برنامج عالم جديد. بعالم جديد رح نحكي لكم عن كل شيء جديد عم بيحصل بعالم التكنولوجيا الحديثه بجوانب مختلفه من السمارت فونز، التابلتس، اللابتوبس وغيرها. رح نقدم لكم معلومات تستمتع عقولكم فيها وعيونكم كمان. بعالم جديد كمان رح نعطيكم حلول لكثير مشكلات منواجهها بالتعامل مع التقنيات الحديثة. برنامج عالم جديد فيه مجموعة من الفقرات، رح يكون في عنا شخصية في كل حلقة. شخصية اليوم هي إيفان سبيغل. كمان رح نستعرض التوب ستوريز اللي عم بتصير بهاي الأيام بعالم التكنولوجيا، منها ويندوز 10 رح يتعقب كل شي بتعمله على الإنترنت. أمريكي بدعي امتلاك 50% من أسهم فيسبوك. مايكروسوفت بلغت 40 عام، فيا ترى بيل غيتس شو قدم لموظفي الشركة بهاي المناسبة. مدونة صينية بتتهم سامسونج بأنها بتستأجر جمهور لملء قاعات مؤتمراتها. هل يا ترى رح نقدر نعمل شير لمحتوى فيسبوك على الواتساب مباشرة؟ خليكم لتعرفوا. بعد هيك رح نروح لفقرة سيمور. بهاي الفقرة رح نستعرض الموضوع الرئيسي لحلقتنا، رح نحكي لكم معلومات عنه، استخداماته وانتشاره بالعالم بشكل عام وبالوطن العربي بشكل خاص. اليوم موضوعنا رح يكون عن اللايف ستريمينج. كمان رح يكون في عنا تيبس او فقرة اعملها بنفسك. رح نقدم لكم حل لواحد من المشكلات اللي منواجهها لما بنشتري سمارت فون جديد. اليوم رح نعطيكم الحل كيف ممكن تنقلوا الكونتاكت من جهاز آيفون لجهاز أندرويد. آخر فقرة ببرنامجنا رح تكون فقرة Ask، وفيها رح نستعرض أهم التساؤلات اللي بتداولوها الناس على صفحات الفيسبوك وعلى المنتديات العالمية، وطبعاً رح نقدم الحلول لهاي التساؤلات. نبدأ حلقتنا مع شخصية اليوم وهي إيفان سبيغل. إيفان من مواليد 4 يونيو 1990 بلوس أنجلوس كاليفورنيا الولايات المتحدة. عمره هلا 25 سنة، بس هو المؤسس لشركة سناب شات، وطبعا شغل منصب المدير التنفيذي لهاي الشركة. بال 2012 طبعا هو كان يدرس بجامعة ستانفورد، قرر انه يترك الدراسة مع انه قرب يخلصها عشان يتفرغ لمشروع سناب شات اللي هو بالأصل تم طرحه كمشروع تخرج، وبالآخر عملوا هاي الشركة هو مع ريجي براون روبرت ميرفي. تم تقدير ثروته بال 2014 ب 1.5 مليار دولار. When you watch a video on Snapchat, it's cut vertically to fill the whole screen. Pre-roll is really annoying because it gets in the way of the content that you want to watch. 3V advertising always appears in the context of premium or curated content. Premium content's provided by one of our editorial partners, and curated content refers to our live stories, which are collections of videos and photos from Snapchatters at different events around the world. أعلنت شركة مايكروسوفت إنه ويندوز 10 رح ينزل مع متصفحها الجديد سبارتان اللي باي ديفولت رح يتعقب كل إشي المستخدم بيعمله على الإنترنت. لكن ميزة عدم التعقب موجودة لكنها مش مفعلة، فبالتالي المستخدم لازم يفوت على الإعدادات ويفعلها يدوياً. بتدعي امتلاك 50% من شركة فيسبوك. حاليا الشرطة الأمريكية عم تسعى خلف باول سيغليا اللي بتدعي انه بيمتلك 50% من الأسهم في شركة فيسبوك بموجب اتفاق عقده مع مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ. بتنص الاتفاقية انه رح يحصل على هاي النسبة مقابل استثماره 1000 دولار في الشركة بال 2003.
مايكروسوفت بلغت الأربعين عام، فيا ترى بيل جيتس شو قدم لموظفي الشركة بهاي المناسبة؟ هنأ بيل جيتس موظفي شركة مايكروسوفت بمناسبة مرور 40 عام على تأسيس الشركة، وأشاد بدور ساتيا ناديلا اللي هو مديرها الحالي، وأكد إنه رؤية الشركة جاهزة للمستقبل اللي راح يكون واضح فيه الاعتماد على الروبوتات الآلية، وهاي إشارة منه لمنتجات الشركة كورتانا، نظارة هولي لينز، ومترجم سكايب الفوري. مدونة صينية بتتهم سامسونج بتأجير جمهور لملء قاعات مؤتمراتها. مدونة ذا بيبر الإخبارية الصينية قدمت تقرير اتهمت فيه سامسونج بأنها بتدفع لجمهور حتى يحضروا مؤتمرات الكشف عن منتجاتها. وليش؟ لأنه في إقبال واضح وشديد على هاي المؤتمرات، خصوصاً مؤتمر برشلونة للمحمول ومعرض CES 2015 لإلكترونيات المستهلك. إلا أنه سامسونج طبعاً نفت وقالت أنه كل الكلام اللي نشرته المدونة ما له أي أساس من الصحة. قريباً رح تقدروا تعملوا شير لمحتوى الفيسبوك على الواتساب مباشرة. بعض مستخدمي السمارت فونز تداولوا لقطات مأخوذة من داخل أبديت جديد للفيسبوك. هلأ بهذا الأبديت رح يكون في زر جديد عن طريقه ممكن نعمل شير لكل محتوى الفيسبوك مع الأصدقاء على الواتساب مباشرة. يقال إنه الصورة بألف كلمة، لكن الأكثر تعبيراً هو الفيديو لأنه مفعم بالحركة والحيوية. عشان هيك موضوع اليوم رح يكون عن تطبيقات البث الحي والمباشر عن طريق الأجهزة الذكية لايف ستريمينج. لما بصير حدث معين بمكان ما بهذا العالم، احتمالية إنه يكون في صحفي متواجد بالمكان مع كاميرا قليلة، لكن احتمالية إنه يكون في شخص عادي ومعه جهاز ذكي توصل ل100%. فبالتالي هذا الشخص العادي بتحول لصحفي. في 2014 في منهاتن بنيويورك اشتعلت النيران في مبنى ادى لتفجر انابيب الغاز، فبالتالي انهار المبنى. بهذيك اللحظه كان في مواطن متواجد مع جهاز ذكي قدر ينقل الحدث مباشره لكل حدا موجود على الانترنت. وهذا الشيء صار كمان في عالمنا العربي. خلال الثوره في مصر اللايف ستريمينج كان متواجد جنب الى جنب مع تويتر لنقل الأحداث، وصار في حالة مشابهة كمان خلال الاحتجاجات في البحرين. أثناء الأزمة السورية المواطنين والصحافة لجأوا لللايف ستريمينج لحتى ينقلوا الأوضاع اللي عم بتصير ويفتحوا عيون العالم على الأحداث اللي عم بتصير بسوريا. هذا الشيء أدى إنه المسؤولين الحكوميين بفبراير 2012 منعوا الوصول لهاي الأبليكيشنز اللي بتعمل لايف ستريمينج. وكالات الإعلام الكبرى صارت ترحب بالبث الحي. ليش؟ لأنها وسيلة لتزود باللمحة الأولى لأي خبر ممكن يصير بالعالم عن طريق المواطنين الصحفيين. فبالتالي التطبيقات اللي بتقدم خدمة اللايف ستريمينج صار لها أهمية كتير كبيرة. من هاي التطبيقات لايف ستريم، يو ستريم، بامبيوزر، بريسكوب. من أهم الأمثلة على هاي الوكالات Associated Press. بأبريل 2012 تم الإعلان عن شراكة ما بين Associated Press وبامبيوزر. هذا الشيء سمح لمستخدمي بامبيوزر إنهم ينشروا أخبارهم وفيديوهاتهم على الوكالة. طبعاً كانوا يطلبوا منهم بعض المعلومات للتأكد من صحة الأخبار والفيديوهات لمصداقية المعلومة والخبر. كمان صار المستخدمين بقدروا يتصفحوا الأخبار الفعلية الموجودة على الوكالة. بيونيو 2013 توسعت الشراكة وأعلنت Associated Press أنها اشترت الحصة الأقلية في بامبيوزر. رح نحكيكم هلأ عن نموذج لللايف ستريمينج. هو أبليكيشن اسمه لايف ستريم. حسب ما وصفوا مستخدمينه هو عبارة عن قنوات الفضائية بحقيبة على الظهر، لأنه مثل القنوات التلفزيونية وعن طريق الإنترنت لايف ستريم بقدر يقدم للمستخدمين الفرصة بأنهم ينقلوا ويبثوا فيديوهاتهم لكل محل في العالم. من خلال ابلكيشن لايف ستريم تقدروا تبثوا وتنقلوا فيديوهاتكم عن طريق الاجهزه الذكيه اللي معكم شو ما كان نوعها، ايفون او اندرويد. فيكم تحملوا الابلكيشن مجانا عن طريق جوجل بلاي
أو أبل ستور، ورح تقدروا تنشروا فيديوهاتكم بنفس مميزات اليوتيوب. الحلو بهذا الأبليكيشن أول شيء سهل الاستخدام، سريع الاستجابة، وبشغل كافة مشغلات ملفات الفيديو اللي بتقدر تنقل لك الصورة بالضبط اللي شايفيتها كاميرا جهازك، وكمان الإعدادات فيه بسيطة ومش معقدة. بعض الأشخاص بيستخدموه بالمراقبة، كل اللي لازم تعملوه إنكم تحطوا جهازكم بالمكان اللي بدكم تشوفوه، وبعدين بتشغلوا التطبيق وبتقدروا تفتحوا عن طريق رابط تاني على أي جهاز آخر، ورح تشوفوا بالضبط اللي عم تنقله كاميرا الجهاز. ولأنه أبليكيشن لايف ستريم كتير سهل، فكتير من القنوات الفضائية بتستخدمه لتبث البث المباشر الخاص فيها على الانترنت. كتير احداث تم استخدام لايف ستريم فيها، منها بعض الصحف في الولايات المتحدة الامريكية استخدمت لايف ستريم لتغطية حية للانتخابات الرئاسية بال 2008. احتفال ليلة راس السنة الجديدة 2009 كمان تم بثها ونقلها مباشرة بال 2009 من نيويورك. الاحداث اللي بنظمها حزب المحافظين في المملكة المتحدة كلها بتنبثها مباشرة عن طريق لايف ستريم، بالإضافة لحفلات الأوسكار ومؤتمرات أبل. ومثل ما ذكرنا قبل هيك الاحتجاجات والمظاهرات اللي عم تشهدها الدول العربية. وصلنا لمميزات هذا الأبليكيشن، أول شيء مجاني، واثنين فيكم تحددوا جودة البث بحسب سرعة الإنترنت الموجود عند المستخدم. لايف ستريم يعتبر أفضل خدمة بث مباشر موجودة، وبعتمد عليها كتير من المواقع والمدونات بالإضافة لوكالات الأنباء. تتوفر فيه ميزة كتير حلوة، وهي ميزة إعادة المشاهدة أثناء البث. يعني إذا أنتوا عم تحضروا مؤتمر معين وتأخرتوا نص ساعة، تقدروا تبلشوا المؤتمر من بدايته حتى لو البث مازال مستمر من نفس المشغل. الحلو باللايف ستريم إنه مثله مثل الشبكات الاجتماعية، فيكم تعملوا متابعة لقناة معينة أنتوا حابينها أو مستخدم معين. وكمان هلا مع الأبديت الجديد فيكم تعملوا شير لرابط البث المباشر وهو شغال. خلونا ننزل على الشارع ونسأل الناس شو رأيهم باللايف ستريمينج، وإذا هو شيء مهم أو لا، وإذا فكروا بحياتهم يعملوا لايف ستريمينج لحدث معين من حياتهم. اه طبعا اللايف ستريمينج ده حاجه مفيده جدا، يعني بتستخدم في بس ماتشات الكوره، في الفيديو كونفرنسز، في حاجات كتير احنا بنشوفها اونلاين وعلى التلفزيون برضه. يس او سي يس، طبعا مفيده عشان الناس بتعرف تتفرج على حاجات الناس بتعملها تانية من حتت بعيده، يعني ممكن انا بقى هنا في مصر والناس تتفرج على الحاجات بتاعتي في امريكا او حاجه، فمفيد طبعا عشان الناس تعرف تتعامل وتشوف حاجات بره تعرف تشوف الكالتشر وحاجات كده وتراديشنز من حته بعيده وكده. لا ايه اللايف ستريمينج؟ لا ما اعرفوش. لا لو عموما بيجي لك بس بتاخد بس من قناه معينه وبتعرض بيها حاجات، يعني بتاخد بس من قناه وتعرضه على النت لاي حد، على الموبايل، على البي سي، على اللابتوب، اي حاجه. هي فكره حلوه ان انت تقدر تعمل تبقى بتبث مباشر من موبايلك، فده بيخليك ده احنا شفناه في الثوره مثلا او في تغطيه المظاهرات لما كانوا بيمنعوا مثلا القنوات انها تصور، فكان اي حد بيبقى موجود في المكان ومعاه موبايل عليه انترنت بيقدر ينقل لنا الحدث وقتي. طيب بتخيل انت هلا لو تقدر تعمل لايف ستريمينج شو الحدث من حياتك اللي ممكن تنشره؟ يعني ممكن لو انا بعمل دي يوز في اوتيل مثلا او فان دي في اي مكان تاني انا والاسره، ممكن اعمل لايف ستريمينج لاي حد من العيله تاني يتفرج عليه. ممكن يبقى اكزيبيشن، ان ارت اكزيبيشن مثلا اعمله، او اي حاجه تبقى زي اكزيبيشن، يعني معرض بتاعي مثلا الناس بتعرف تتواصل مع بعض وتعرف ايه اللي بيحصل في اي حته ثانيه وكده. مفيش، اصور ناس لايف ستريمينج ممكن يوم في المترو مثلا وانت في طريق مواصلات كده. هلا بشو بفرق تطبيق لايف ستريم عن غيره من التطبيقات اللي بتقدم خدمة البث المباشر؟
لايف ستريم محل ومكان لعرض الأحداث الحقيقية اللي عم بتصير والبث المباشر عن طريق جهازك الخاص. من خلاله بتقدر تعمل متابعة لأصدقائك، للمشاهير، للفرق الموسيقية، للعلامات التجارية، المنظمات وآخر الأحداث، وممكن يجيك تنبيهات وإشعارات كل ما حدا ببلش بث حي جديد. مع لايف ستريم حالياً بتقدروا تتابعوا أكثر من 75 ألف حدث جديد بتنبث كل شهر وأكثر من 65 محطة تلفزيونية. بالإضافة للبث المباشر بتقدروا تعيدوا مشاهدة كل الأحداث اللي تم بثها من قبل. مع لايف ستريم كمان في إمكانية للدردشة وتعمل شير لأصدقائك وتشاركهم بكل الأحداث اللي لفتوا انتباهك. بتعمل شير على الفيسبوك، على تويتر، عن طريق الاس ام اس، وحتى عن طريق الإيميل. كمان في إمكانية التكيف والتحكم بجودة البث بحسب سرعة الشبكة، سواء كانت واي فاي، 3G أو 4G. وأخيراً أبليكيشن لايف ستريم بعطي مساحة لتعليقات المشاهدين. كيف ممكن نستخدم تطبيق لايف ستريم؟ لمستخدمي أجهزة الآيفون بتروحوا على الأبل ستور، ولمستخدمي أجهزة الأندرويد فيكم تلاقوه على الجوجل بلاي. كل اللي لازم تعملوه تعملوا بحث باسم البرنامج وبعدين تثبيته. بعد تنزيل وتثبيت البرنامج رح تتبعوا الخطوات اللي رح تطلع لكم. أول شيء join with email للتسجيل، تملأوا البيانات، الاسم، الإيميل، كلمة السر، بعدين اضغطوا على done ولوج إن لتسجيل الدخول. بعد هيك اضغطوا على رمز زائد أو plus الموجود والمضلل بالأبيض لإضافة حدث جديد. بعدين بتسموا الحدث مثلاً رأس السنة الجديدة واضغطوا على continue. بتحددوا بعدين فترة بداية الحدث وفترة نهاية الحدث وكمان اضغطوا continue. وفيكم تختاروا صورة لهذا الحدث وتضغطوا create event. بعد هيك أوكي let's go. هلا لنروح للبث المباشر، رح نروح على لايف فيديو وبعدين يور فون، ولتبلشوا البث المباشر من كاميرا جهازكم الذكي الخاص اضغطوا جو لايف. بعد ما تضغطوا على جو لايف رح يبلش البث المباشر من جهازكم الخاص. رح تطلع هاي الصورة ورح تتضمن رابط. البرنامج رح يطلب منكم تعملوا شير لهذا الرابط سواء على الفيسبوك او على تويتر. فيك تختار البروفايل المناسب وتسجل الدخول وبعدين اضغط على شير لحتى تشارك رابط الحدث على صفحتك الشخصية، وكمان بتقدر تعملها شير على اي بروفايل تاني. هل من الممكن انه نعمل بث لفيديوهات HD او High Definition عن طريق اللايف ستريم؟ طبعا، وهذا الشيء بنشوفه بالاحداث الكبيره مثل مؤتمرات ابل، حفلات الاوسكار وغيرها، لكن هاي الخدمه في مقابل مادي لها. رح نعطيكم حل كيف ممكن تنقلوا ارقام التليفون من الايفون للاندرويد. كثير مهم يكون في عندنا خطه نمشي عليها لننقل ارقام الموبايل الموجوده على الجهاز اذا اشترينا جهاز ثاني بنظام تشغيل مختلف. اليوم رح نعطيكم بعض هاي الحلول. إذا كان في عندكم حساب على iCloud.com فيكم تنقلوا كل البيانات الموجودة على الآيفون على هذا الحساب. بعد ما تعملوا حساب مجاني على iCloud بتفوتوا على الإعدادات بتختاروا Contacts وهي الأرقام اللي موجودة على الجهاز. بتعملوا Ctrl A أو Select All، بتفوتوا على Settings وبعدين Export VCard. رح تفتح صفحة، هاي الصفحة بتوديك على موقع جوجل ومن هناك بتعملوا import لهاي الأرقام. بهدول الخطوتين صار في عندكم نسخة من كل الأرقام والبيانات الموجودة على جهازكم الآيفون. صار وقت نحطها على جهاز الأندرويد. بتفوتوا على جهاز الأندرويد settings account and sync، وهناك بتدوروا على حساب الجوجل اللي عليه كل أرقامكم. إذا ما كنتم مسجلين حساب الجوجل الجديد على جهاز الأندرويد فوتوا على Add Account وضيفوا هذا الحساب، وهيك كل الأرقام صارت موجودة على جهازكم الجديد. بفقرة علامة استفهام أو Ask رح نجاوب على استفساراتكم وأسئلتكم المتعلقة بالتعامل مع التكنولوجيا. كثير من المستخدمين بيعانوا من مشاكل مع السمارت فونز والتابلتس لأنه مع مرور الوقت بخف أدائها وبتصير أبطأ. اليوم رح نعطيكم مجموعة من النصائح لحتى تحافظوا على أداء جهازكم ويكون بأسرع حالاته. 1- لا تستخدموا خلفيات الشاشة المتحركة. 2- لا تكتروا من الابليكيشنز على الجهاز إلا إذا كانت مهمة، لأنه أغلب الابليكيشنز بتضلها شغالة بالخلفية وهذا الشيء ببطئ الجهاز. 3- حاولوا تقللوا من الازدحام على الصفحة الرئيسية على جهازكم. 4- استخدموا الابليكيشنز اللي بتفرغ ذاكرة الرام مثل فري رام. وصلنا لنهاية الحلقة، بس رح نلاقيكم بالحلقة الجاي على خير. شكرا على المتابعة. Bye-bye.